البعض يكتب في الفيسبوك أنا سأنتحر وداعاً ومدري إيش، وأنا انتحاري بسببك يا بابا أنت وماما ما فتفهمتوني ومش عمل. طيب، طب خلونا نقول أول بداية كده، بسم الله الرحمن الرحيم. الانتحار جبن، المنتحر جبان. مهما صورت لك بعض الأفلام موفيز أو بعض وسائل التواصل الشبكي أن هذه شجاعة اتخاذ القرار أن أنتحر، لا، اللي ينتحر جبان، إلا من رفع عنه القلم شرعا مجنون أو وصل به حال الاكتئاب إلى درجة فقد الكل للعقل، هذا خلاص يعني إذا سلب ما وهب أسقط الحساب، أسقط ما أوجب، إذا سلب ما وهب أسقط ما أوجب. لكن إنسان عاقل بحسه يقرر أنه ينتحر مهما كانت الأسباب. المنتحر إنسان جبان، هذه نقطة بسم الله الرحمن الرحيم. ثانية، المنتحر يموت مغضبا لربه سبحانه وتعالى. من أنهى حياته بآلة ما زال يعذب بها ينهي بها حياته في النار، صلى الله السلام والعافية. لا أستطيع أقول فلان في النار، هذا من شغلي، هذا عند الله، لكن المنتحر في النار. النقطة الثانية، حرام الانتحار، مغضب للرب. الثالثة، الانتحار ليس حلا مهما عظمت الإشكال. أعرف الشباب يعانون من أشياء كثير، ليست فقط المشاكل الاقتصادية أو المالية، من أكبر أسباب معاناة شبابنا عجزنا نحن عن فهمهم، فنحن علينا واجب تجاه هذه الظاهرة. أما أنتم يا شباب، لا، أنا أعتقد أنها ما بتستمر، يعني حتى غير متأكد من أنها ظاهرة، يمكن لأن وسائل التواصل الشبكي تضخمها. لو عندنا مثلا في الدقهلية كلها في السنة 5-6 حالات، تكون أكثر من كذا؟ أقل من 5-6 حالات، إذا لا يمكن تعتبرها ظاهرة. كم سكان الدقهلية؟ 7 مليون. فلما عندك 7 مليون فيهم 5 حالات، نأسف لهم ويؤلمونا، لكن لا يمكن أولا اعتبارها ظاهرة. هو السؤال يقول أنه متكرر لأنه كثرة ما يتحدث عنها في وسائل التواصل صورت وكأنها أصبحت ظاهرة، ثم أصبحت أشبه بالموضة، حتى كان في ألعاب يؤثرون فيها على الأطفال الصغار. هي ثقافة الانتحار نفسها ليست ثقافتنا في الأصل، ليست ثقافتنا. وعندما تجد هذه الميول عند أحد الأبناء أو أحد الشباب أو صديق لك أو صديقة لك، فتش عن الذي أوصل الفكرة إليه، ليست الضغوطات فقط. ما الناس تمر بضغوطات، ما الذي يجعله يختار هذا الحل؟ الذي يجعله يميل إلى هذا الحل أن الثقافة التي تشربها، تأثر بها في أفلام يراها في وسائل، جعلت من الانتحار شيئا، جعلته ضمن قائمة الحلول للمشكلة. الانتحار لا يحل مشكلته، الانتحار يسبب مشكلة أكبر بعد الموت، مشكلة أكبر لك قبل أن يكون لمجتمعك. ثم إذا أنت غاضب من والديك أو من المجتمع، طيب انتحرت، عندما انتحرت هل أنت بهذه الطريقة يعني أدبت المجتمع، انتقمت من المجتمع، أضررت من... لم تضر المجتمع، آلمت من يحبوك، سببت في قلوب من يحب تحبهم ويحبونك ألم لا ينسى ولا يحتمل مهما كانت أسبابه. لو يعرف المنتحر مدى الألم الذي يخلفه في من يحبهم ويحبونه، لا يجبر كسر هذا الألم مهما اعتذر من اعتذارات، مهما كتب من مبررات. أنت تسبب ألم لا يمكن أن ينسى، ثم أنت تضر نفسك لا تضر أحدنا، على أنك مؤمن بالله وأن الله قادر على أن يفرج عنك مهما ضاقت الأمور. ضاق بك الأمر، توضأ، صلي ركعتين، سك المسبحة، صلي على الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلي على النبي 100 مرة، قل 100 مرة: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. قم تحرك، امشي وارجع، لا تستسلم لاستعباد نفسك لك حتى تنهي حياتك. أما إذا كان الأمر له علاقة بمشكلة نفسية، لا، لابد نكون شجعانا ونعالجها.